رأيي بكل وضوح أنه كي تبدأ منظومة فاشلة وعاجزة عن تغيير واقع الناس، طبيعي جدا أنها تلتجأ إلى تكميم الأفواه. ويظهر لي الرسالة بدأت منذ إصدار المرسوم 54. تصور أنت بلاد على ركيبها كما نقولوا اقتصاديا واجتماعيا، في عوض فخامة يصدر لنا مراسيم حول تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي وإعادة الثقة إلى الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين، خرج لنا المرسوم 54. برشا ناس يقول شنو علاقة مرسوم 54 بالوضع الاقتصادي والاجتماعي الرديء؟ يبقى يلزم تسكت الناس وتخوفهم باش ما يتكلموش على فشل هذه المنظومة. دونك أي منظومة استبدادية طبيعي جدا أن يكون العدو الأول متاعها هو مناخ الحرية. دونك باش نبداو بترهيب الإعلاميين وترهيب النشطاء السياسيين ولا حتى المواطنين اللي يكتب تدوينة يلقى روحه في البحث، اللي يغني غنية معناها هزلية يلقى روحه موقف، القاضي اللي ما يطبقش تعليمات يلقى روحه معفى. معناها الحقيقة مناخ من الترهيب لإسكات كل صوت حر في هذه البلاد.